تنضم إلينا من ماريلاند دكتورة سحر خميس، أستاذة الإعلام في جامعة ماريلاند في الولايات المتحدة. مرحبا بك دكتورة سحر. الآن هل الناتو مقبل على تغيير جذري في وجهه العسكري، سواء من حيث الإنفاق أو زيادة عديد قواته؟ شكرا لكم على الاستضافة. بالفعل كانت هذه القمة الهامة التي وصفها الرئيس بايدن بأنها قمة بين قوسين تاريخية، هي فرصة جديدة لأكثر من نقطة هامة، وهي محاولة إرسال رسالة واضحة وجلية لبوتين ولروسيا بأن هناك التزام أمريكي والتزام أوروبي والتزام من حلف ناتو بدعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة أو طالما اقتضت الظروف ذلك على حد تعبير الرئيس بايدن، وأيضا محاولة إظهار ناتو قوي ومتحد ومتضامن في وجه العدوان الروسي، بالإضافة إلى أيضا وضع ثلاث نقاط جديدة في منتهى الأهمية. النقطة الأولى هي تعزيز الوجود أو التواجد العسكري الأمريكي والأمني في أوروبا بشكل دائم، والنقطة الثانية هي إبرام اتفاقات ومعاهدات بين تركيا وبين الدول الجديدة التي ترجو أن تنضم إلى حلف الناتو، وهي فنلندا والسويد، بحيث تسهل انضمام هذه الدول إلى حلف ناتو، وأيضا تعزيز الإنفاق والمساندة العسكرية والأمنية والاقتصادية لأوكرانيا بميزانية كبيرة جدا، حتى أن أمريكا تعهدت أن يكون هناك 800 مليون دولار جديدة تضاف إلى مليارات الدولارات السابقة لدعم أوكرانيا، بالإضافة إلى أيضا إعادة صياغة الخطة الاستراتيجية والرؤية الاستراتيجية لحلف ناتو، بحيث يكون هناك أيضا جملة تتعلق بالتهديد الخاص بالصين. لذلك تحدث الرئيس بايدن عن يجب علينا أن نكون حذرين وأن نكون أيضا مستعدين لمواجهة ما أسماء بالتغيرات الاستراتيجية. دكتورة، برأيك هذه التغيرات الاستراتيجية التي حدثت للناتو، هل كانت لتحدث لو لم يكن هناك غزو روسي؟ بمعنى أن الرئيس الحالي بايدن غير نهج الولايات المتحدة عن سلفه دونالد ترامب. بلا شك نعرف أن سياسة دونالد ترامب التي أسماها بأمريكا فيرست أو أمريكا أولا تحولت إلى أمريكا ألون أو أمريكا بمفردها، وأدت إلى تدهور زعامة الولايات المتحدة الأمريكية حول العالم وضآلة هذه الزعامة، مما أدى أيضا إلى تقلص علاقاته بالحلفاء التقليديين لأمريكا في حلف ناتو وفي الاتحاد الأوروبي. الآن أعتقد أن الحرب على أوكرانيا هي بلا شك هي محفز كبير جدا لإعادة صياغة استراتيجية حلف ناتو مرة أخرى، وأيضا إظهار هذه الجبهة القوية والمتحدة والمتضامنة إزاء هذا الغزو أو العدوان الروسي على أوكرانيا. أيضا نقطة أخرى هامة جدا وهي ما يتعلق بالصين، لا ينبغي أن نغفلها، لأن الصياغة الجديدة لرؤية الناتو واستراتيجية الناتو تتضمن أيضا عبارة هامة وهي مواجهة الاستراتيجية أو التفكير القمعي والسياسات القمعية للصين. فأصبح هناك جبهة الآن غربية موحدة أمام الخطر الروسي دكتورة، أعتذر مشاهدينا، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتورة سحر خميس، أستاذة الإعلام في جامعة ماريلاند الأمريكية، كانت معنا من